وهي صور ومقاطع الفيديو للمواعيد والولائم اللي ينشروها الناس بصفحاتهم وحساباتهم. وكنا نعرف المواعيد الرمضانية بها ما لذ وطاب من الطعام والشراب وأشكال أنواع الفواكه والحلويات. وهنا احنا ما نمنع واحد ولا نقول له لا تاكل من الخير هذا، بس نذكرهم بالناس الفقراء اللي ما عندهم القدرة يجيبون المواعيد هاي ويفطرون بها. نذكرهم مئات العوائل اللي عايشين بالمخيمات مال النزوح واللي ينتظرون واحد يجيب لهم أي شيء يسجوعهم ويروي عطشهم. وكذلك نذكرهم أنه أنتوا جاي تصورون بهاي النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بيها عليكم، وأكو ناس الصواريخ تدق فوق رؤوسهم والخوف قاتلهم. لا تصيرون مثل وقت صدام من كنا خبز ما لاقين ناكل، وتلفزيون الشباب يطلع إعلانات الحلويات فرجنا عوش بقلاوة وزلابية. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.